الخير مشاهدينا، صباح الخير عليكم جميعا، صباح الوطن الجميل لكل عم بتابعونا عبر نورمينا الفضائيه. اليوم رح نكون اكيد ساعه الهواء مع مسيو خليل. بحلقتنا لليوم رح نحكي عن التجميل بشكل عام. اي استفسار او اي سؤال تابعونا على الحلقه على مدار ساعه الهواء. نطلع لفاصل لنبدا اول حلقه، خليكم معنا. مشاهدينا لنحكي اليوم مع مسيو خليل بكل شيء بخص التجميل. هي سؤال اتصلوا فينا على ارقام ظهري على الشاشه قدامكم. راح نكون اكيد مع مسيو خليل رئيس اتحاد الخليج العربي للتزيين. خليكم معنا تابعوني. عندك مشكله بالشعر، حواجبك، بشفايفك، بالبشره، بدك تنحل مشكلتك؟ ما عليك إلا تتواصلي معي في برنامج جيتي بوقتك يا خليل. إذا مشاهدينا رجعنا لكم، نرحب بمسيو خليل. صباح الخير مسيو خليل. صباحك، أهلا وسهلا أحلام، اشتقنا لك. كيف حبيبتي؟ الله يخليك يا رب. كيف شايفني بعد غياب يوم يومين؟ يومين يعني مناح، اشتقنا لك يعني بدينا ها نشتاق لك كمان، واحنا دائما بنشتاق لك على فكره. يا اهلا وسهلا فيك. اكيد بس خلي اليوم رح نحكي كثير مواضيع عن التجميل، بس انا ما بدي اليوم احكي بموضوع معين، بدنا نحكي باي سؤال بخطر في بالنا عن التجميل. هو عن الناس اللي حوالي عم بيقولوا لي بدنا نحكي عن البشره وعن الاظافر وعن الشعر وعن يعني اي سؤال. اليوم بدنا نكون مع بعض، ولا مشاهدينا اللي بحبوا يحكوا معنا على ارقام البرنامج ظاهر على الشاشه قدامكم، خليكم متواصلين معنا، احكوا معنا اي استفسار. اكيد مسيو خليل على قدر مسؤولية انه يجاوبنا على اي سؤال باذن الله تعالى. ان شاء الله نقدر نجاوب على كل الأسئلة ونقدر نخدم اعزائي المشاهدين، ويسعد صباحكم يا رب. واليوم احنا بدنا حماس هيك منكم كمان، واتصالات قوية على نورمينا، واي سؤال عندك يا اي صبية او اي سيدة احنا تحت الامر، بنقدر نجاوبك عليه وبنقدر نوصل لك المعلومة بطريقة صحيحة، وبنقدر نخدمك بإذن الله. وأهلا وسهلا فيكم وناطر اتصالاتكم. هلأ مسيو خليل، أنا سؤال هذا لإلي،
تفضل. العيون انا دائما منفوخ تحت عيوني قله نوم يمكن وتعب، كيف بدي اتخلص منها؟ كمان مره بنقول صباح الخير. اما بالنسبه للعيون، تنفخات العيون او نقول التنفخ الاكثر الزائد للعيون هو قله نوم وسهر وتعب وفكر كثير. فاحنا بنقدر نخفف هذا في عمليه اللي هي مساج للعين، نعطي ايش الصبحيات لما نقوم نمسك العين من تحت العين نعمل لها هيك للجفن، لانه قلنا احنا في بدايه الحلقات الاولى انه هاي المنطقه هي اخف منطقة طبقه في البشره بالجلد. واسمك منطقه هي منطقه الكعب، فالعين التنفخات والعين شيء كتير حلو، فاحنا اذا اعطيناها رونق لها واعطيناها شيء ترتيب حلو كتير. اما التنفخات الكتير الزائده بتلاقي العين لجوا بتلاقي الجفن طالع اكثر من اللازم، فاحنا بنقدر نعمل لها عمليه مساج، بنقدر نعمل لها عمليه تخفيف للتنفخات الموجوده او الترهلات تحت العين. احنا بدناش ندخل بالاسوداد والبقع، هلا خلينا في التكنيك اللي هو التكنيك العلمي الصحيح للتنفخ او انتفاخ الجفن تاع العين. فهيدا بده مساج وبده علاجات كتير كتير كويسه، لانه التنفخ عم بيعمل اسوداد ونقص كولاجين بكون بالجفن ونقص الهواء ونقص الهيدروجين الموجود هيدا، وبنقدر احنا نعمل له تكنيك علمي وبنعمل له شغلات حلوه كتير، وبتطلع يعني لو شوي 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 هيك بنقدر نخفي هالتنفخات ونريح نفسنا وننام منيح ونشرب مي كويس كمان، نقدر نعطي بشرتنا وتحت العيون كتير حلوة. في كريمات مساعدة، في ممكن تالج، في طرق معينة ممكن تبعها غير مساج العين، في ترطيب للبشرة، شرب المي طبعا أكيد شرب المي. احنا شرب المي قلنا اوكي 100%، ولكن ان احنا اللي هي نفخة العين ترهلات العين كيف تنفخ العين بتكون مترهلة واقفة هيك، فاحنا بنقدر نعمل لها مساج وبنقدر نعمل لها تدليك شوي، بنقدر ننام منيح نريح جسمنا منيح نبطل نفكر منيح. هو اهم شغله في اللي انت قلتهم النوم، نوم وشرب المي، نبعد عن الكهرباء، نبعد عن اللايت شوي، فهمتي علي كيف، نبعد عن الكمبيوتر عن التي في شوي، نتريح شوي عن الموبايل وعن الموبايل اللي بيمسك موبايل 3 ساعات وبيعمل مسجات وهيدا والقصص هيدا كلياته عم بيعمل. العين ربنا سبحانه وتعالى خلقها لكي نشوف فيها شيء جميل جدا، فبدنا نحافظ على هالعين ونحافظ على هالفيشل ونحافظ على هالترهلات الموجوده اللي نقدر نخفي هالترهلات، فهمتي علي كيف، بطريقه سلميه وبطريقه صحيحه 100%. نرجع ونقول كمان مره ست احلام، انه العين شيء كثير جميل بالانسان، هي العين اصلا اسمها العين يعني نقول. لكن التنفخات اللي بتطلع تحت العين يعني عده اسباب لها، هلا بنقول هلا السواد كمان غير التنفخات، هو في سواد بيكون، هو السواد هلا بيعمل الاسوداد اللي تحت العين وبيعمل ترحل للعين وبيعمل استرتش مارت للعين للجفن للعين. فاحنا بننصح كل سيده عندنا هون انها تنام بكير شوي تريح عيونها، لو جابت كمامات مي بارده ثلج خفيف هيك وحطته على عيونها بقطنه او بشاشه حطته على عيونها بروح كل كم يوم ولا او دائما نعمل يعني لو كل بالاسبوع يومين ثلاثه عملنا هيك ممتاز جدا. لو جبنا شرحات بطاطا خفيفه جدا وحطيناها على العيون مع عم تمتص هالانتفاخ الموجود في هالعين، لو جبنا كمان البقدونس كثير 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 مع الخيار عملناه بالمولينكس وخلطناه وحطيناه شوي مثل مكعبات الثلج خلطناه بالمولينكس وعملناه مثل مكعبات الثلج وحطيناه على العيون يكون بارد شوي، عم بيعمل كتير كتير حلو للعين وبتطلع العين جميلة جدا وبنخلص منها التنفخات تحت العين. تقطعك أخذ الاتصال. ألو صباح الخير حلا. صباح النور، كيفك؟ كيفك أستاذ خليل؟ يا هلا فيكي، أهلا، شو أخبارك؟ الحمد لله كتر خير. الله خليل، أنا سمعت عنك كتير وصراحة انتبه برنامجك من فترة وكتير كتير كنت متشوقة لحلقة يوم شان حاكيك. الله يخليكي. بدي أسألك سؤال كتير مهم. صدر. هلا أنا بدي أسوي حواجبي بالتاتو. تفضلي. بس حواجبي كتير كتير خفاف، فما بعرف انه شو هي الرسمة الصح اللي بدي اعملها او هيك. نعم. ففيك تدلي على موقعك بالاردن مشان ايمتن اجي لعندك؟ يا ستي انا موقعي بالجاردنز بمجمع بالجاردنز عمارة 79 بيوتي سنتر خليل السيد معروف.
ولكن احنا بنحكي لرسمه الحواجب او اللي بدك اياها انت رسمه. لما بتقولي حواجب اخفاف جدا بنقدر احنا نعم بيهم شعره بشعره وبنقدر نرسم لك الحاجب لاول مره وثاني مره وثالث مره لما تقتنعي انت بالحاجب، وبنقدر نعطيكي رسمه كثير وبنهيئك للتتواج او البيرمن دبرف لك وبيطلع حاجبك طبيعي كثير كثير حلو، وبرجع حاجبك ملان 100% واحنا بنكون اعطيناكي صوره كثير جميله لحواجبك. نشكر اتصالك وخليكي معنا. طيب ما شكرا لك استاذ خليل. شكرا لك احتراماتي. نحكي بموضوع جاني اتصال من منال الرحاحلة بمصر. نعم. عم بتابعونا من اسكندريه. حبايبي اهل مصر كثير كثير انا كثير بحترمهم وبوجهلهم لكل زملائي من رابطات التجميل في مصر، لكل اصدقائي وخاصه نقول يعني ندى المصري من عباقره في فن التجميل في مصر، وسعيد عمران شكرناهم احنا وحسن باشا بسعد صباحك وحامد عصران، كل هالاصدقاء الحلوين في مصر لهم مني كل الاحترام. اكيد بنصبح عليهم. بدا حابه كثير نحكي بموضوع البشره. حب الشباب ستريتش مارك، يعني في كثير بدنا نحكي عن انواع البشره. كيف نقدر ماسكات البيت بالبيت، كيف نقدر نعمل ماسكات هي بتساعد البشرة ولا لا؟ أول إشي الأخت الكريمة رحاحلة، شو اسمها؟ منال. منال بنوجه لك تحية وإن شاء الله يا رب نشوفك بالأردن كمان. بالنسبة للبشرة، البشرة زي ما حكينا احنا عندنا ثلاث طبقات في البشرة، هي البشرة بالبداية البشرة الطبيعية والبشرة الدهنية والبشرة الجافة والبشرة المختلطة والبشرة السمراء والبشرة كذا، وعدة بشرات بسموها خبراء التجميل، ولكن العلم بقوله هي ثلاث أنواع البشرة. احنا بننصح كل سيدة انها تحافظ على بشرتها وتعطي طريقة سليمة للبشرة. يعني احنا عندنا كمان فرماشية في البيت، عندنا صيدلانية نقول بالبيت، وبنقدر نحكي عن التجميل وبنقدر نحكي نخترع شغلات نعملها بالبشرة. ستي منال، لو كل يوم الصبح انت مثلا جبتي شوية لبن حليب، يعني نقول بالمصر بقولوا لبن، احنا بنقوله بالاردن حليب، فهمتي علي كيف؟ مع شوية شوفان، لو غلينا كاسة الحليب وحطينا شوية شوفان على البشرة على الحليب وتركناها تبرد لعشر دقائق ومسكنا عملنا ماسك كتير كتير للبشرة. هلأ في الموسم هيدا كمان ستاتي واسمعوني الله يخليكم، هلأ ورق العنب عم بتساقط، ورق العنب عم بتساقط، أي مشكلة في البشرة من كلف من نمش من حب شباب من اسوداد من بوعة بنية، الورق العنب هذا لو انغلى وحطيناه بأزازة أو بشي مرتب بكاسة هيك، والصبحيات مسكنا شوية هيك على بشرتنا قبل ما ننام أو الصبح كمان كتير لكل كتير أنواع البشرة. لكل أنواع البشرة كتير كتير كتير، في فيتامينات مخيفة جدا وعم بعمل بشرة بتعطي هيك لمعة على البشرة وبتعطي كتير. عندنا بموسم الفراولة كتير الفراولة منيحة، لو جبنا حبتين وعصرناهم هيك وعملناهم على البشرة عم تمتص هالحبوب وبتسكر محلها الحبوب، والحبوب ما بتعلم كمان بالبشرة. فإن شاء الله ست أحلام رايحة اليوم أنا وياها هيك نعطيكم شغلات كتير كتير عن البشرة، ورايحة نأخذ اتصالات منكم ونشوف شو بدنا بإذن الله، كل اتصال رايحين نجاوب عليه ونطلع بطريقة صحيحة لكي نخدم السيدة في أو أي سيدة أو آنسة في موضوع البشرة. مسيو خليل، في غير الورق العنب البقدونس؟ البقدونس مفيد كتير بس للأرانب خطر. الكلام الشائع بين الناس. البقدونس في مادة كتير كتير جيدة، في فيتامين ألف عندك وعم بيقيم، يعني إحنا محل الحبة اللي بتطلع عنا بالبشرة هون بنقيمها بتلاقيها حفرت، فبتلاقي حبوب كتير لها. مية البقدونس عم بتساعد على تكنيك الخلايا الموجودة في الطبقة الثانية وفي الطبقة الثالثة للبشرة، بتعطيها تشتغل أكثر وبخفي هالمنطقة هاي كتير كتير. ولكن مش دائما نستعمل بقدونس ومش دائما نستعمل خيار ونستعمل لبن، لا، إذا في مشاكل كتير تراجع خبراء التجميل وتراجع حكيم التجميل لكي إحنا نعطيها هالصورة هالطيبة ولكي إحنا نستفيد نفيدها في موضوع الفاشن ومشتقات الفاشن. معنا اتصال من ساندي. ألو صباح الخير ساندي. ألو، راح الاتصال ارجع حكينا. هلأ حكينا بموضوع أنا بموسم الفراولة اللي راح كل الناس إيش عامل ببشرتك إيش عامل ببشرتك، كنت أجيب الفراولة شوي مستوية عامل فيها مستحفي وجهي.